السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بدايته لا تنسوا الصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد، والذي من خلاله راح اشارك معكم موعد وتاريخ مباراة المنتخب الوطني الجزائري امام منتخب غامبيا. بطبيعة الحال في هذه المباراة التحضيرية والودية تحضيرا لكأس امم افريقيا سنة 2022 راح اشارك معكم حتى القنوات الرسمية الناقلة لهذه المباراة، وايضا تاريخ المواجهات بين هذين المنتخبين وابرز تصريحات مدرب غامبيا الذي تحدى بدوره المنتخب الوطني الجزائري، والذي أيضا يتوعد المنتخب الوطني الجزائري من أجل تحطيم سلسلة الهزائم الخاصة به. رح أشارك معكم جميع تصريحاته وجميع التفاصيل إن شاء الله في هذا الفيديو. وناهيك على ذلك، عندنا أخبار جديدة سأكشف لكم من هم اللاعبين الذين يعني التحقوا مؤخرا بالمنتخب الوطني الجزائري. إذا كل هذه التفاصيل رح نتعرف عليها إن شاء الله في هذا الفيديو، فإذا كنتم تشاهدونا للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا من أجل الإجابة عن جميع استفساراتكم. نبدأكم أعزائي الكرام بموعد هذه المباراة الودية بين هذين الفريقين، المنتخب الوطني الجزائري ثعالب الصحراء أمام منتخب غامبيا. طبعا ستكون يوم السبت القادم بطبيعة الحال الفاتح من شهر جونفي، يعني الفاتح من شهر جونفي يوم السبت المقبل سنة 2022، يعني في السنة الجديدة راح تقام هذه المباراة وذلك بشكل رسمي على الساعة 5 بتوقيت الجزائر. بالنسبة للقنوات الناقلة والرسمية لهذه المباراة، عندنا قناة واحدة تم الإعلان عنها بطبيعة الحال، عندنا قناة الكأس القطرية، بما أن المعسكر التدريبي حاليا يقام في قطر، وأيضا يعني المباراة راح تقام في قطر، فقنوات الكأس القطرية كانت الأولى بطبيعة الحال اللي فازت بحقوق البث لهذه المباراة، واللي راح تعمل لنا بث مباشر لهذه المباراة في ثلاث منصات، يا إما في موقعهم الرسمي بطبيعة الحال تقدروا تشاهدوها هذه المباراة من هواتفكم، أو بطبيعة الحال في قناتهم الرسمية في جهاز الاستقبال الخاص بكم، أو أيضا في قنواتهم عبر اليوتيوب. فنتمنى لكم فرجة ممتعة، وتوقعوا معنا نتيجة مباراة المنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب غامبيا في هذه المباراة تحت إطار ودي. أما بالنسبة للقنوات الأخرى مثل بيان سبورت والتلفزيون العمومي الجزائري، لحد الآن لم يصدر ولا إعلان رسمي، لأن هذين القناتين يعني راح تعمل بث مباشر لهذه المباراة، فقط قنوات الكأس القطرية. في دار التلفزيون العمومي الجزائري هو من المتوقع لأنه هو أيضا راح يعمل بث مباشر لهذه المباراة. فإن شاء الله نتمنى كل التوفيق للمنتخب الوطني الجزائري، وأيضا يعني فرجة ممتعة للجميع. بالنسبة لتاريخ المواجهات بين الفريقين، المنتخب الوطني الجزائري لعب 29 فبراير سنة 2012 في كأس أمم أفريقيا، فزنا على منتخب غامبيا بهدفين مقابل هدف واحد. وأيضا بطبيعة الحال في سنة 2012 بطبيعة الحال في كأس الأمم الإفريقية ربحنا منتخب غامبيا برباعية مقابل هدف واحد. وفي 8 سبتمبر 2018 في كأس أمم أفريقيا أعزائي الكرام، كانت نتيجة المباراة إيجابية لكلا الطرفين بهدف مقابل هدف واحد، ونفس الشيء يعود لآخر مباراة بين المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب بطبيعة الحال غامبيا سنة 2019 في كأس أمم إفريقيا، كانت النتيجة إيجابية لكلا الطرفين بهدف مقابل هدف واحد، أي بطبيعة الحال تعادلين وفوزين للمنتخب الوطني الجزائري، والمنتخب الوطني الجزائري لم يخسر في هذه المباريات الظاهرة أمامكم، كي يتجدد اللقاء يعني يوم الواحد من شهر جونفي بطبيعة الحال يوم السبت المقبل في إطار ودي. طبعا ننتقل الآن أعزائي الكرام إلى تصريحات مدرب منتخب غامبيا الذي صرح للإذاعة الوطنية الجزائرية وأبدى بتصريحاته، حيث صرح قائلا المنتخب الوطني الجزائري وأيضا حاليا أفضل منتخب إفريقي في الوقت الراهن، وصرح قائلا شرف كبير لي أن ألتقي بالمنتخب الوطني الجزائري وألعب ضده في هذه المباريات في إطار ودي، وأعتقد أننا الفريق الوحيد الذي لم يخسر أمام المنتخب الوطني الجزائري خلال تصفيات يعني كأس أمم إفريقيا سنة 2019، ولقد حقق منتخب الوطني الجزائري سلسلة إيجابية رائعة من دون هزيمة، حيث نجح بالماضي في تكوين فريق رائع لحد الآن، وأنا حاليا أستهدف يعني إنهاء سلسلة اللاهزائم للمدرب جمال بالماضي مع المنتخب الوطني الجزائري بعدما حرمته سابقا من هزمنا سنة 2019 في تلك النتيجة التي انتهت بهدف مقابل هدف واحد. وطبعا صرح قائلا في نفس السياق تتويج المنتخب الوطني الجزائري بكأس العرب لم يكن مفاجأة بالنسبة لي، لأنه حقا المنتخب الوطني الجزائري يمتلك العديد من اللاعبين الذين يمتلكون الموهبة الكبيرة في صورة الفرديات، كل من إبراهيمي وأيضا بغداد بنجاح ويوسف بليلي والعديد من اللاعبين الآخرين، قائلا بالإضافة إلى المدرب الذي قادهم إلى هذا التتويج الكبير، وأيضا أكد مرارا وتكرارا بأن المنتخب الوطني الجزائري هو حاليا الأفضل إفريقيا، ولم يتفاجأ بفوزه بكأس العرب. ولكن في نفس السياق رغم أنه شكر في المنتخب الوطني الجزائري، توعد المنتخب الوطني الجزائري بالفوز عليه وأيضا تحطيم سلسلة اللاهزائم الخاصة
به رغم انه هذه المباراه وديه، ولكن راح تكون في تواريخ الفيفا داي. فلهذا اذا راح نخسروا امام منتخب غامبيا، وهذا الشيء انا ما اتوقعش باللي انه راح يحدث، يعني راح نخسروا سلسله لا هزائم، ولكن ما اتوقعش هذا الشيء راح يحدث. المنتخب الوطني الجزائري التشكيله اللي راح حاضره واللي راح تتدرب في الدوحه بطبيعه الحال رهيبه جدا، وقادرين يحققوا نتيجه كبيره امام منتخب غامبيا. طبعا كانت هذه التصريحات، وخبرونا رايكم في صندوق التعليقات. ننتقل الان اعزائي الكرام الى الخبر الموالي، والذي يتعلق بالتحاق العناصر الجديده لمعسكر المنتخب الوطني الجزائري. عندنا احد اللاعبين اللي تالق اليوم اعزائي الكرام مع نادي الريان القطري قدم مستوى كبير، الا وهو ياسين ابراهيمي. اكدت لنا العديد من التقارير لانه رسميا ابراهيمي يلتحق بمعسكر المنتخب الوطني الجزائري امسيه هذا اليوم، خاصه بانه يعني لعب اخر مباراه له اليوم مع ناديه الريان القطري، وقاد هذا الفريق للفوز بطبيعه الحال على نظيره. وايضا اعزائي الكرام عندنا حتى رامي بن سبعيني مثل ما اكد لنا الموقع الرسمي لبروسيا مونشنغلادباخ بانه رسميا يلتحق بتربص المنتخب الوطني الجزائري بالدوحه، وايضا راح يلتحق العديد من اللاعبين الاخرين في صوره كل من اسماعيل بن ناصر ويوسف عطال وزرقاني. يعني اليوم يعني راح يكون عندنا التعداد شبه كامل، راح يكون عندنا عدد من اللاعبين 15 لاعب في انتظار اللاعبين الاخرين اللي راح يعني الانديه نتاعهم تتركهم ويعني تسرحهم لمنتخباتهم واحد تلو الاخر. على كل حال حاليا راح يلتحق كل من عطال وزرقان ورامي بن سبعيني اسماعيل بن ناصر وابراهيمي مثل ما اكدت لنا التقارير القطريه اليوم، وايضا حتى بغداد بن نجاح بعدما تم الاعلان لانه مباراه السد القادمه يعني راح تؤجل، وذلك بشكل رسمي بسبب تفشي هذا الفيروس. فلهذا عندنا 5 أو 6 لاعبين راح يلتحقوا بالمنتخب الوطني الجزائري، وراح يعززوا يعني تشكيله المنتخب الوطني الجزائري امام منتخب غامبيا، ومن ثم نشوفوا واش يعني منتخب غامبيا راح يقدر يحطم سلسله لا هزائم، ام انه تصريح مثل ما الكل كان يصرح سابقا ويعني فزنا عليهم بنتائج كبيره جدا. ننتقل الان اعزائي الكرام الى الخبر الموالي، واشارك معكم اعزائي الكرام يعني بان المنتخب الوطني الجزائري اثار ازمه في الدوري الفرنسي لاحد الانديه الذي اللاعبين نتاعنا يلعبوا معاهم، لانه رسميا تحدث مدرب يعني النادي الفرنسي ميدز لقناه ليكيب الفرنسيه قائلا فريقنا من ابرز المتضررين في نهائيات كاس أمم إفريقيا، وقائلا التي تبقى بطولة رائعة ونحبها ويحبها الجميع، ولكنها سلبية بالنسبة لنا، وقائلا لقد فقدنا لاعبين أساسيين لصالح منتخب الوطني الجزائري الذي يتكونان في صورة كل من يعني ألكسندر أوكيدجا وفريد بولحيا، وقائلا ووجدنا أنفسنا في حرج يعني من اقتراب موعد الميركاتو الشتوي، للأسف لم نكن نضعها في الحسبان. لقد كنا نعتقد أن المنافسة ستلعب من جديد صيفا مثل ما حدث في عام 2019 وهو أفضل خيار بالنسبة للجميع، لكن لعبها في هذا الشتاء نوعا ما سيؤثر علينا ويؤثر على جميع يعني الأندية الأخرى التي تمتلك لاعبين أفارقة. فالمنتخب الوطني الجزائري يعلن حالة طوارئ لبعض الأندية، وصراحة أنا بالنسبة لي المنتخب هو كل شيء. النادي أعزائي الكرام أنا ما يهمنيش، النادي ما يهمنيش ولا دقيقة واحدة، ولكن المنتخب الوطني الجزائري هو اللي عنده أهمية كبيرة، فمن المعقول يعني اللاعبين راح يلتحقوا بالمنتخبات نتاعهم، وبطبيعة الحال نجمي المنتخب الوطني الجزائري كل من فريد بولحية وأيضا ألكسندر أوكيجا ما سمعوش لا بقرارات الفيفا وما سمعوش حتى بهذا المدرب، يعني كي بالماضي استدعاهم يعني التحقوا وكانوا من الأوائل بطبيعة الحال الذين التحقوا بسفرية المنتخب الوطني الجزائري إلى الدوحة القطرية من أجل ترسيم هذا يعني المعسكر وأيضا التحضير الجيد قبل بطولة كأس أمم إفريقيا. على كل حال أعزائي الكرام بدأت الأخبار الجيدة تحوم حاليا، وإن شاء الله المنتخب الوطني الجزائري راح يكون في الفورمة العالية، وإن شاء الله اللاعبين الذين استدعاهم والذين حاليا يتدربون إن شاء الله يقدموا لنا مستويات كبيرة في قادم المواعيد، ونتمنى الفوز أيضا للمنتخب الوطني الجزائري أمام منتخب غامبيا في انتظار يعني باقي التحديثات راح نشاركها معكم إن شاء الله في قادم المواعيد. إذا كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.